أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير وتطورات متلاحقة تفرض علينا أن نكون على قدر مسؤولياتنا. وخلال كلمته في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، أوضح جبالي أن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات خطيرة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لصياغة رؤية عربية لمواجهة الإرهاب. يفرض علينا تفشي الإرهاب والذي يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي أن تتكامل جهودنا العربية وتتحد لمكافحة تلك الظاهرة البغيضة التي أطلت بوجهها القبيح على شعوبنا ومجتمعاتنا العربية. الأمر الذي يستلزم منا نحن البرلمانيين ضرورة تنسيق جهودنا البرلمانية العربية من أجل صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب قوامها معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشاره، بالإضافة لبناء قدرات دولنا العربية في منع ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، فضلا عن التصدي بفاعلية لخطاب الكراهية والحشد والتحريض الذي تتبعه الكيانات والتنظيمات الإرهابية لتجنيد عناصر جديدة للانضمام لتلك التنظيمات الظلامية.